إن السعادة في الفؤاد كنوزها، ليست بغيث سحائب ورياح. ابحث تجد في القلب ألف علامة، فالقرب من رب العباد سعادة، وهدى الرسول سبيل كل نجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه آل الوفاء. رباه لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رمان. من جنان الدنيا الأخوة في الله، وأن تجد صاحبا يسحبك إلى الله، فالصاحب ساحب كما قالت العرب. ومن شروط الصحبة أن تختار المؤمن التقي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تصحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقبل أن أدلف إلى شروط الصحبة، يجب أن نعلم علما يقينيا أن الناس لن يرضوا عنك بتاتا، بل إنك عندما تبحث عن الصاحب تبحث على صاحب تختلف معه في أمور وتتفق معه في أمور، فالأمور التي تختلف فيها معه أو معه فيها هذه تتكامل أنت وهو فيها، فالتكامل هو أساس الدين لا التآكل. فعندما تبحث عن أخ لتعتضد به لا لتعتمد عليه، لأن الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، يجب أن تستحضر أن الناس لن يرضوا عنك، كما قال الإمام الحسن البصري: إني أطمعت نفسي في رضا الله فطمعت، وأطمعتها في الجنة فطمعت، وأطمعتها في رضا الناس فلم تطمع. يعني إمام الجليل التابعي الجليل أبو الغصن جحا، والناس يعتقدون أنه شخصية أسطورية، هذا روى له البخاري، يذكر عنه أنه اشترى حمارا، فهو وابنه، فلما مروا بناس وكان جحا يركب الحمار، قالوا وابنه يجره، قالوا: سبحان الله، هذا الأب لا رحمة فيه ولا شفقة، يركب الحمار ويترك ابنه يمشي على رجليه. فتبادل، فلما مروا بأناس آخرين فقالوا: سبحان الله، هذا الابن ما أعقاه لأبيه، يركب على الحمار وأبوه يمشي على رجليه. فنزل من الحمار فضحك عليهم أناس ثاني، قالوا: سبحان الله، عندهم حمار يمشون على أقدامهم، فركبا على الحمار، فقالوا: سبحان الله، ما أقصاهما، يركبان على الحمار لا ركب أحدهما. فالناس لن يرضوا عنك أبدا، لن يرضوا عنك، كما قال الشاعر: ضحكت فقالوا ألا تحتشم، بكيت فقالوا ألا تبتسم، بسمت فقالوا يرائي بها، عبست قالوا بدا ما كتم، صمت فقالوا كليل اللسان، نطقت فقالوا كثير الكلم، حلمت فقالوا لجبن صنيع الجبان، ولو كان مقتدرا لانتقم، بسلت فقالوا لطيش به، وما كان مجترئا لو حكم. فعلمت أني مهما أريد رضا الناس لابد من أن أذم. هكذا الناس. فإذا تقرر هذا فتبحث عن الصاحب الذي تسير معه إلى الله سبحانه وتعالى، وكما قلت يسحبك إلى الله عز وجل. والصحبة هي على ثلاثة أقسام: إما صحبة الأكابر، وإما صحبة الأصاغر، وإما صحبة الأقران. صحبة الأصاغر لها شر، هو وجدان السلامة من الاغترار. كيف ذلك؟ عندما تصحب من هو أقل منك فقد يظهر لك الإحسان منك، وتقول: أنا أفضل منه، وأنا أصلي أفضل أكثر منه، وأنا عندي علم أكثر منه، فيكون عندك الغرور، فتكون هذه الصحبة ضرا عليك وسوءا عليك. وهناك صحبة الأقران، وشرطها وجدان السلامة في الحال، لأن صحبة الأقران يكون فيها البغضاء والشحناء والحسد وحب التنافس، المذموم والمحمود، يختلط فيها كل هذه الأمور. لكن إذا سلم الإنسان من هذه الأمور فصحبة الأقران هذه تبعث على التنافس في الخير، كما ذكر عن الإمامان الجليلان: وما أجمله من هذا الاجتماع، وما أجمله من اجتماع، لما اجتمع الفضيل بن عياض وسفيان الثوري فجعل يتذكر، فبكى سفيان الثوري وقال لي:
بعلي: يا أبا علي، والله إني لأرجو نفع هذه الليلة عند الله سبحانه وتعالى. فقال له أبو علي: وأنا أرجو أن لا تكون شر ليلة عند الله عز وجل. قال: لما؟ نحن تذاكرنا في ذكر الله وفي القرآن وكانوا أقران. فقال له: لا يا سفيان، ألم تقصد إلى أفضل حديث عندك فحدثتني به، وقصدت إلى أفضل حديث عندي فحدثتك به، فتزينت لي وتزينت لك. فوقع هذا المعنى في قلب سفيان، فبكى بكاء مريرا وقال لأبي علي الفضيل بن عياض: أحييتني أحياك الله. هكذا تكون صحبة الأقران، التحاسد والتباغض والوشاية والنميمة والغيبة وحب زوال النعمة. وهناك أنفع صحبة وأجلها وأعلاها، وهي صحبة الأكابر. وصحبة الأكابر فيها ما فيها، الإنسان عندما يصحب من هو أكبر منه علما وفهما وتقوى وزهدا وعبادة ينتفع به غاية الانتفاع، بل يتأثر به، لأن الاتباع وارد والاقتداء لازم. لكن فيها عدة محاذير. فكم من رجل صاحب شيخا ليدله على الله فأبعده عن الله، وكم من تائب صاحب عالما لكن ليس عالما ربانيا فسلط لسانه على الله، على أولياء الله وعلى العلماء وعلى العباد وعلى الزهاد وعلى الدعاة. كم؟ لأن الإنسان عندما يصاحب من هو أفضل منه دائما يسعى إلى أن يكون أفضل منه. فعندما تصاحب شيخا يتكلم على، ولا أسميه شيخ، يتكلم على الدعاة ويجرح هذا ويسب هذا ولا يترك هذا، هذا الطالب يحاول أن يكون أفضل من شيخه في هذا الباب. فإن كان شيخه يقول مثلا مجروح لا يؤخذ منه، الطالب ماذا يقول؟ ضال، مبتدع، سيء، مذنب، صاحب مال، عميل، لا يتعفف، يكون أكثر من شيخه. وكم من طالب علم قوي صاحب عالما كبيرا فاشتغل بخدمة العالم وترك طلب العلم. فالصحبة للأكابر فيها ما فيها من المنغصات التي يجب على العبد أن يتنبه لها. فأول الشروط التي يجب أن تتوفر في هذا العالم الذي تصحبه أن يكون ذا علم صحيح. فالعلم الصحيح يبعدك عن البدع، وأن يكون ذا فهم صريح، والفهم الصريح يبعدك عن الهوى كي لا يقع هذا العالم في الهوى، وأن يكون ذا حالة مرضية، والحالة المرضية تبقيك في الاستقامة بقدر الاستطاعة. الحالة المرضية نقصد بها القيام والذكر الرحمن والصلاة والعبادة، لأن كثير من الذين يشتغلون بالعلم تكون بعض العبادات عندهم قليلة. فإذا كان هذا الشيخ حالته مرضية، له نصيب من قيام الليل، له نصيب من الصيام، فهذا شيء جيد، لأنه يبقيك في الاستقامة الذي صاحبته من أجلها. ثم يكون ذا همة عالية حتى لا تقع في الفتور والخمول، ها، وتترك طلب العلم والدعوة إلى الله والقيام الليل والصيام بحجة أنك تصحب عالما. هذه الشروط يجب أن تتوفر، وإلا فأعرض عنه كما قال الله عز وجل: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. كما قال أحدهم: احذر صحبة ثلاثة من الناس، ذكر منهم العلماء المذاهنين الذين يبيعون الدين بالدنيا للأسف. فهذه هي مجالات الصحبة الثلاثة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كمثل العطار، إن لم تصب من طيبه أصبت من ريحه، ومثل الجليس السوء كمثل الكيار، إن لم تصب من شرره أصبت من نتنه. فعلى الإنسان أن يحذر في هذه الأقسام، وخصوصا كما أذكر صحبة العلماء المذاهنين الذين يبعدوك عن الله. والإنسان إذا صحب عالما لا يخاف الله ولا يخشى الله، عالم بما معه من علم،
فإنه يصعب عليه أن يرجع إلى أصل الدين وإلى أصل الاستقامة وإلى أصل التقوى. لماذا؟ لأنه شرب أمورا كثيرة وعلوما كثيرة من هذا العالم أصبحت مبادئ عنده، وكان علماؤنا قديما يحذرون من هذا الأمر، حتى ذكر أحدهم عندما خطب خطبة جمعة في مجموعة من العلماء قال لهم: يا معشر العلماء، شوف سبحان الله ماذا قال: دياركم فرعونية، وأطعمتكم هامانية، وولائمكم جالوتية، وصيرتم مذاهبكم شيطانية، فأين الملة المحمدية؟ على الإنسان أن يحذر حذرا شديدا في هذا الباب، ويبحث عن صاحب يأنس به في سيره إلى الله، حتى يكون هو وهذا الصاحب في الجنة، كما قال الله عز وجل: الأخلاء بعضهم اليومئذ لبعض عدو إلا المتقين. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن السعادة في الفؤاد كنوزها، ليست بغيث سحائب ورياح، ابحث تجد في القلب ألف علامة، فالقرب من رب العباد سعادة، وهدى الرسول سبيل كل نجاح.